اليوم في الموسم المقبل وفي من يخلف باولو مالديني وفي من وفي اللاعبين الذين بامكانهم ان ينضموا الى فريق اي سي ميلانو ليبقى. وهكذا سيخرج باولو مالديني اعتقد في هذه اللحظات عند الدقيقة 90 تحت تصفيقات الجميع. اعتقد بانه الصمت حكمة في مثل هذه الظروف عندما نسمع التصفيقات ونشاهد هذه الصور الفريدة من نوعها. يا له من تكريم ويا له من نهاية ويا له من خروج لباولو مالديني في أوج العطاء هكذا أمام أنظار الزوجة والأبناء والوالد جيزاري مالديني وأمام أنظار الجميع. باولو مالديني شكرا لك على كل ما قدمته لعشاق الميلان ولعشاق الكرة الأوروبية والعالمية، على أدائك، على إخلاصك، على وفائك، على انضباطك وعلى كل الأشياء الجميلة، لأنك فعلا ستبقى مثالا للأجيال التي تعشق وتحب كرة القدم. وليت كل اللاعبين ينهون مشاويرهم بهذه الكيفية التي أنهاها باولو مالديني أمام أنظار تشيزار الوالد الذي هو سعيد جدا بمشواره ومشوار ابنه الذي كان رائعا وكبيرا. خرج دخل بشرف إلى أي سي ميلان وخرج بشرف أكبر أمام هذه التحية التي ربما ستكون أيضا سيكون لها مفعول بالنسبة لأنصار فريق أي سي ميلانو الذين لم يودعوه بهذه الكيفية. إذن باولو مالديني الحكم صفر نهاية المباراة، وباولو مالديني خرج بهذه الكيفية وميلان المركز الثاني بهدفين مقابل صفر في فوزه في آخر مباراة. كان معكم حفيظ الرجي، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله. تفضل هشام.